السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مبروك علينا واخيرا الحمد لله تاهل تاريخي للمنتخب الوطني المغربي. فرحنا هادشي بزاف الحمد لله. في نفس النهار اللي تاهل المنتخب الوطني المغربي كانت شتا الحمد لله في ارجاء المملكه، الفرحه مدوبله الحمد لله والشكر لله. وان شاء الله مازال نمشيو بعيد في هذه المنافسه، مازال نفرحوا اكثر ان شاء الله، يا ربي تيسر لينا. مبروك لاي مغربي، مبروك لاي واحد كيشجعنا، مبروك للعرب كاملين الحمد لله والشكر لله، النصر ديالنا كاملين والله يفرحنا ومازال نفرحوا ان شاء الله باذن الله. شكرا للعابه قدموا اداء خيالي، شكرا للمدرب الجماهير اللي كانت في التيران ما دارت باش تشجع، شكرا للمدرب وليد الركراكي يعني اللي شفنا انه كولين واحد المنتخب نفس اللعابه اللي كانوا مش حال هذه، لكن بواحد الروح جديده، بواحد الانسجام، بواحد القتاليه، واحد الروح جديده اللي ما كناش كنشوفوها في المنتخب مش حال هذه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا نقاط الضعف ديال المنتخب الوطني اللي خاصنا نخدموا عليهم واللي خاصنا نطوروهم في اللقاء اللي غنواجهوا فيه اسبانيا، العملاق اسبانيا، وان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه كذلك. بالنسبه للاداء ديال اللعابه بشكل عام، الاداء كان جيد، الاداء كان قتالي، اللعابه كاملين داروا اللي في جهدهم، لكن هناك بعض الحوايج اللي ناقصين اللي بانوا لي انهم ناقصين وخاصنا نخدموا عليهم، بالخصوص في اللقاء ديال اسبانيا اللي غيكون لقاء ماشي سهل بتاتا. إلا مشينا لكل لاعب على حدة فبونو قدم واحد الأداء جيد، حكيمي وكذلك أشرف حكيمي رغم الإصابة، رغم أنه ما واجدش مزيان، يعني الإصابة ما كتخليكش تلعب 100% من داكشي اللي عندك، خدا أحسن لاعب كيستحقها، رغم أنني كنت كنقول أن يوسف النصيري كيستحق أنه ياخذ أحسن لاعب في المباراة، لكن بما أن مغربي خداها فماشي مشكل بحال. إلا مشينا عند نايف أكرد قدم أداء جيد وكذلك، رغم أنه تسبب في الهدف لكن بغى يخرج كرة ما عنده ما يدير، يعني أخطأ وارد في كرة القدم. سيس كذلك يقدم واحد الاداء جيد، برافو سيس، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الى مشينا عند مزراوي كذلك يقدم اداء جيد، رغم انه كيلعب في بوست ماشي ديالو لكن هناك في ديك البلاصه لعب مزيان. غادي نجيو لوسط الميدان، وسط الميدان المقاتل المحارب ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه لينا واللي يبعد عليه البطاقه الصفراء ان شاء الله، حيت محتاجينه وحيت محتاجينه بزاف، ما عندناش البديل ليه اللي هو امرابط المقاتل الشرس، اللهم بارك. امرابط قطع بزاف الكواري في هذا الماتش، يعني محارب بهذا المعنى. امرابط قدم اداء جيد دفاعيا، لكن عندي واحد التدخلات ان عنده واحد البطء في البناء الهجومي، يعني امرابط كان مزيان دفاعيا كان مقاتل، لكن هجوميا كان ناقص بزاف، يعني كره فاش كتكون عنده فاش كنكونوا خاصنا نبني واحد الهجمه مرتده كيكون داك البطء كيشد كره ولا كيرجع للديفونس، هذه النقطه بالضبط كتهرس لك الهجمه ما كتخليكش تلعب على كونتر اتاك سريع. امرابط كان مزيان دفاعيا لكن هجوميا كان واحد البطء، كان البناء الهجومي السريع ديال لي كونتر اتاك كان ناقص بزاف. وليد الركراكي هو اللي تعمد انه في الشوط الثاني، حيت لعبنا في واحد الشوط الاول واعر كنا مستحوذين على الكره، كنا كنماركيو كره كامله، يعني حنا اللي حاكمين الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني هناك تراجع للمنتخب الوطني، هادو تعليمات ديال وليد الركراكي. جرب واحد النهج دفاعي وكان كيعتمد على الهجمات المضاده اللي ما كناش متوفقين فيها، كان البطء بزاف ديال اللعابه غادي نهضر عليهم اللي كانوا بطيئين في الهجمات المضاده، منهم امرابط اللي مزيان دفاعيا لكن في الهجمات المضاده كيتقل الهجمه المضاده، ما كيخدمهاش مزيان، ما كيطلقش كره مزيان، حيت نورمالمون في الهجمه المضاده عندك با جوج ثلاثه ولا باس طويل باش تلعب هجمه مضاده وتماركي وتخلق فرصه. فهاد النهج اللي لعبنا به في الشوط الثاني ضد كندا هو اللي غادي نواجه. هاي الميكرو ما خدامش، واو 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 لا خدام. كما شفنا في المباراة ضد كندا الشوط الأول كان ديالنا، لكن الشوط الثاني ترجعنا دفاعيا، وهادو تعليمات من المدرب، حيت في المباريات اللي غادي يجيو اللي كنا غالبا كنا كنتوقعوا أننا غنواجهوا ألمانيا، لكن غنواجهوا إسبانيا هربنا منها، ولكن جات تلعب معانا. سو نفس النهج تقريبا ديال ألمانيا وإسبانيا، أنها كتستحوذ على الكرة وكتضغط عليك وأنت خاصك تلعب على لي كونتر أتاك. فالشوط الثاني ضد كندا هذاك هو الريتم اللي غنلعبوا به ضد إسبانيا، فوليد الركراكي كان كيجرب هذا النهج. توفق صراحه دفاعيا، كنا مزيانين دفاعيا لكن في البناء ديال الهجمه المضاده ما كناش مزيان، هادشي اللي بغى يجرب في هذه المقابله، يعني خاصو يخدم على ان لي كونتر اتاك ديالنا يكونوا سريعين باش يكونوا فعالين ضد اسبانيا. فاللاعبين اللي ما توفقوش وما كانوش مزيانين في الخطه ديال وليد الركراكي في الشوط الثاني، منهم امرابط كان كيعطل الكره، كان بطيء في الهجمه المضاده، سفيان بوفل وكذلك كيشد الكره كيتقلها كيراوغ كيعطل الكره، مما كيدي ان الخصم كيرجع للمناطق الدفاعيه ديالو كيهرس، يعني كيقتل الهجمه. وناحي وكذلك كيقتل الهجمه، يعني هاد اللعابه بالضبط بانوا لي في الراي الشخصي ديالي انهم كيعطلوا الكره، ما يمكنش انك تبني هجمه مضاده
بهذا الريتم انه كتشد الكره كتراوغ ولا كتعطل الكره في رجليك. يعني الهجمه المضاده خاصها تكون جوج لمسات ثلاثه ولا باس طويل تكون عند المرمى ديال الخصم باش تخلق فرصه باش تسجل في لي كونتراتاك. في المباراه ضد اسبانيا غيكون الاستحواذ تام من المنتخب الاسباني علينا، غيضغط علينا كيف ما درنا في الشوط الثاني ضد كندا. يعني خاصنا نلعبوا على لي كونتر، اننا نهجموا بكل سرعه باش نخلقوا فرصه باش نسجلوا وباش نربحوا اسبانيا. راه بطبيعه الحال عندنا لي كونتر وعندنا الركنيات وعندنا ضربات الاخطاء، هنا غادي نتمكنوا اننا نسجلوا اهداف ونتمكنوا اننا نطيحوا باسبانيا ان شاء الله. اسبانيا عندها اللعابه اللي كيجيدوا انهم يشدوا كره بزاف، لاعبين سرع، لاعبين كيجيدوا التمرير، فما يمكنش انك تلعب تستحوذ على الكره ولا تبغي تخلق فرصه بكل يعني من المناطق الدفاعيه لوسط الميدان للهجوم. فالحل الوحيد كنظن في رايي الشخصي انه لي كونتر اتاك وضربات الاخطاء، يعني منهم ركنيه اخطاء هما اللي غيخلقوا لك فرص، هما اللي غادي تماركي منهم اهداف. فزياش كان مزيان بالنسبه لاملاح ما كانش حاضر، ديجا قلت في الفيديو اللي قبل ان املاح وناحي ما كانوش مزيان، هما اللي كانوا شويه ناقصين في المنتخب الوطني. شفنا وناحي قدم اداء جيد صراحه في هذه المباراه، لكن عنده البطء في البناء الهجومي السريع ديال لي كونتر. شفنا الصابري دخل في هذه المباراه كاساسي قدم اداء جيد. بالنسبه ليوسف النصيري، شكرا ليوسف النصيري، قدم واحد الاداء واعر دفاعيا وهجوميا. لاعب اللي صراحه لاعب صراحه اللي بين واكد للجميع ان بلاصتو كاينه في المنتخب الوطني المغربي، رغم كل الانتقادات، رغم ان بزاف الناس كيضحكوا عليه. شفناه كيتقاتل دفاعيا، شفناه في اللقطه الاخيره بالخصوص دار واحد المراوغه ومرر تمريره حاسمه لعبد الرزاق حمد الله، لكن ما وفقش عبد الرزاق حمد الله في الكونترول، ضيع الفرصه علينا. سو يوسف النصيري شكرا بزاف، المستوى ديالو كيرجع مباراه من بعد مباراه. النظره ديال الوليد الركراكي اللي شاف في النصيري كانت صحيحه، يعني بزاف ما تاقوش فيه ولكن هو تاق فيه وما خيبوش النصيري. النصيري كيادي كيخدم كيعطي واحد النتيجه ايجابيه للمنتخب الوطني. نتمنوا اننا نتوفقوا في لي كونتر اتاك، نتمنوا اننا نتوفقوا في هذه المباراه ضد اسبانيا، فلما لا؟ رغم القوه ديال المنتخب الاسباني فتحنا عندنا عناصر، يكفي اننا نكونوا مزيانين، يكفي اننا نتقاتلوا، يكفي اننا نستغلوا الفرص اللي غادي يجيونا، والكمال على الله باذن الله نتوفقوا وندوزوا للمرحله المقبله ان شاء الله. عندي واحد التدخل بخصوص اللاعب عبد الرزاق حمد الله، بزاف الناس كيقولوا راه ما كاينش بلاصتو، ما عطانا حتى شي اضافه، كنا غالطين فيه. خاصنا نعرفوا اول حاجه ان عبد الرزاق حمد الله كيزيد انه يلعب في البوكس في المنطقه ديال الجزاء، تما كتكمل القوه ديال عبد الرزاق حمد الله انه يجيب لك ضربه جزاء كيف ما شفنا في المقابله الوديه قبل كاس العالم. تما غيجيب لك ضربه جزاء، تما غيجيب لك هدف، تما غيجي يماركي لك براسيه، تما كتكمل الخطوره ديال عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله ماشي النوع ديال اللعابه اللي غتلعب بهم على لي كونتر اتاك، حيت عبد الرزاق حمد الله الجسم والبنيه الجسديه ديالو ما كتنسجمش مع الهجمات المرتده السريعه. النصيري شفناه انه كينسجم مع هذه الخطه التكتيكيه ديال الهجمات السريعه، شفناه مارك الهدف جميل جدا، شفناه انه كيعاون دفاعيا وبكل سرعه كينقد على الكره هجوميا. فعبد الرزاق حمد الله من اللاعبين اللي كيجيدوا انهم يلعبوا في البوكس، يعني انت غتحكم في كره، غتضغط على الخصم، تما غتكون تكمل القوه ديال عبد الرزاق حمد الله، تما غتحتاج عبد الرزاق حمد الله. لكن في هاد المباريات اللي كيكونوا حنا كنتراجعوا للوراء وكنلعبوا على لي كونتر، فيوسف النصيري هو اللاعب المناسب لهاد اللقطه بالضبط وهاد الخطه بالضبط. فاخوتي خاصنا نكونوا كنشجعوا ولاد بلادنا، الا داروا شي اخطاء، الا ما صدقاتش لي المراوغه كيف ما شفنا في اللاعب الزلزولي، الا كانوا اخطاء بحال نايف اكراد عبد الرزاق حمد الله مثلا، خاصنا نشجعوا ولاد بلادنا باش يزيد يعطينا، ما بقاوش نعايروهم، ما بقاوش نتكاو عليهم، باش نتكاو عليهم بالامور السلبيه والكلام السلبي اللي غيأثر عليهم، حيت ملي كيعطيو راه كيفرحونا، ملي ما كيعطيوش ملي كيكون الريتم ديالهم طايح راه تما كيحتاجونا اننا نشجعوهم باش يرجعوا التنافسيه ديالهم، باش يرجعوا الاداء القوي ديالهم، باش حنا نفرحوا من جديد. فالتوقعات ديالي في المباراه ديال المنتخب المغربي ضد اسبانيا، كنتوقع ان المنتخب الاسباني غادي يضغط علينا بكل قوه، غادي يستحوذ على الكره، حنا غنلعبوا على لي كونتر، غنتراجعوا دفاعيا، نتمنوا اننا نتوفقوا، نتمنوا اننا ننتقموا من المباراه اللي كنا درنا معاهم اللي الفار هو اللي خرج علينا، كنا في روسيا كنا درنا 2-2 كنا نستحقوا نربحوا، لكن الفار عنده واحد الراي اخر. نتمنوا اننا نربحوا في هذه المباراه وتكون مباراه انتقاميه وتكون مباراه للتاهل ان شاء الله. هادشي اللي كاين في الفيديو، نتمنى انه يعجبكم، شكرا بزاف على المشاهده، نتشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله. ماد لاف، بيس اوت.